البلودية الجوية الذين تنقلوا بالآلاف بالآلاف إلى ملعب مصطفى شاكر بالبليدة. من لديه مولود جديد يا وسيلة من جانب فريق بلودية بجاية، أي تمريرة من سيدي بي، أي تمريرة من سيدي بي لزرداب يا يونس. أول مرة وشفنا لاعب سيدي بي خرج بالكرة من منطقة كريم، والأحسن لاعب زرداب اللي يطلب الكرة في عمق المدافعين، الكرة اللي سمحت للاعب زرداب يخرج مع الحارس فلاح، والخبرة والتجربة تاع لاعب زرداب عرف كيفاش يمرر الكرة لداخل المرمى. هدف أول لبلودية بجاية يأتي في وقت قاتل وصعب جدا بالنسبة لأمل أربعة، فاجأ الجميع سيدي بي.